السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. يلا بعد ما شرحنا وحلينا دروس الوحدة الثالثة من كتاب المعاصر نحل تدريبات الوحدة الثالثة في كتاب الباهر من أول درس لغاية آخر درس. بس قبل ما نبتدي يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. طبعا اللي مش متابعنا من الاول ممكن يخش على قائمة التشغيل الخامس 2023 هتلاقي فيه حلول الدروس اللي قبل كده او حلول الوحدة الاولى وكمان الوحدة التانية. تعالوا يلا نبدأ مع اول درس معنا. طبعا اول سؤال حبايبي هو سؤال listening وهو الاستماع. طبعا المفروض ان انا بسمع فقرة وبعد كده بشوف الكلام اللي هو مديهولي ده true or false، يا ترى صح ولا غلط. هنسمع مع بعض كده. بيقولي يوسف went to the shopping mall. He bought some striped pajamas. يبقى هنا لازم اركز راح فين واشترى ايه. نسمة went to the park. She took a spotted umbrella. She took a spotted umbrella. أميرة went to school. She wore her striped uniform. طبعا شكل ما شفنا حبايبي ان الدرس ده بيكلم لي عن الملابس وشكل الملابس، هل هي spotted يعني منقطة ولا striped يعني مقلمة. طبعا تعالى بقى بيقول لي يوسف went to school، يعني بيقول لي ان يوسف راح المدرسة. طبعا هقوله false لان يوسف راح shopping mall. طب number two بيقول لي نسمة took a spotted umbrella، بيقول لي ان نسمة اخدت شمسية ها منقطة. هقوله true صح، هي راحت الحديقة وخدت شمسية منقطة. نمبر 3 أميرة wore her striped uniform، البنت أميرة اللي راحت المدرسة لبست الزي بتاعها المقلم، هتقولي true أيوة. نمبر 4 بقول أميرة went to the shopping mall، هي أميرة راحت الشوبينج مول، هتقولي لا طبعا ده اللي راح الشوبينج مول هو يوسف، هتقولي false. تعال نشوف حبايبي يلا السؤال التاني. بيقولوا why الفيوم excited and holiday. طبعا مام بتكلم ماجد بتقول له where are you going for a، يا ترى انت رايح فين في الاي، اكيد طبعا بتسأله انت رايح فين في الاجازة، فهتقول له where are you going for holiday، يعني انت رايح فين في الاجازة. فماجد قال لها I'm going to، اكيد هو عايز مكان، فاكيد هكتب الفيوم. ولاحظ حبايبي انها لازم تبدأ بكابيتال لتر عشان ده اسم بلد، فهكتب الفيوم. طيب مام بتسأله بتقوله ايه ار يو جوينج ذير، قال لها تو. تو دي حبايبي معناها لكي، تو سي ماي انكل حاتم، يعني عشان اشوف عمي حاتم. يبقى اكيد كانت بتسأله عن السبب، وانا بسأل عن السبب حبايبي بكلمة واي. طب تعال نشوف. مام بتقوله ار يو اي تو سي هيم، قال لها يس اي ام، اكيد طبعا هتقول له هل انت متحمس انك تشوفه، فهتقول له ار يو اكسايتد، ار يو اكسايتد يعني هل انت متحمس انك تشوفه، قال لها يس اي ام. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال التوصيل. بيقول وي هافنت سين ذم، يعني احنا ما شفناهمش، هتقول لي فور ايجز، يعني احنا ما شفناهمش من مده طويله، ودي جاب النص في نص القراءه، فبالتالي واحد حصلها بدي. It will be يعني الجو سوف يكون، هتقول لي it will be sunny tomorrow، يعني الجو هيكون مشمس غدا. I will take my انا هاخد ايه، اكيد طبعا ما ينفعش اقول my hour، يعني ما ينفعش اجيب صفة ملكية وراها كمان صفة ملكية، فاذا هقول I'll take my gold necklace، يعني انا هاخد العقد الذهبي بتاعي. Number 4 بقول we need to pack، يعني احنا محتاجين نعبي ايه حبيبي، هتقول برافو عليك our suitcases for our holiday، يعني انا محتاجين نعبي الشنط عشان الاجازة، يبقى نمبر 4 حوصلها بيبي. تعالوا نشوف يلا في صفحة 105 سؤال الاختياري. بقول we need to pack our suitcases for our holiday، طبعا اكيد محتاجين نعبي الشنط نحزم الشنط. طب يا ترى يا مستر دي pack ولا back ولا bake، هتقولي لا pack، لكن back دي معناها ظهر وbake دي معناها يخبز. نمبر 2 بقول I can't eat to go to Alexandria and swim in the sea، في موضوع الريدنج كان بيقول انا مش قادر استنى، يبقى I can't wait، wait بمعنى انتظر، لكن want to read وفيل يشعر. I'm so eager to see my uncle and cousins، طبعا كان بيقول انا متحمس، يعني متحمس حبيبي؟ يعني يشعر بالحماس، فين يشعر؟ excited.
طب نمبر 4 بيقول لي we're going to the beach يعني احنا رايحين الشاطئ. I need to pack my طالما رايحين الشاطئ يبقى انا محتاج اعبي ايه؟ اكيد هعبي السويمنج شورتس، اكيد هعبي المايو، لكن البيجامز اكيد مش هاخدها الشاطئ ولا هاخد سويتر. طيب نمبر 5 بيقول لي when I play لما العب فوتبول كرة القدم I wear ايه؟ اكيد بلبس ايه؟ هتقول لي بلبس تي شيرت فانيلا طبعا، ولا هلبس سكارف كوفيه، ولا هلبس سويتر. نمبر 6 بيقول I'll take my A it can be very cold، طالما الجو هيبقى برد حبيبي يا ترى هاخد التيشيرت ولا الكوت ولا النيكليس؟ هتقول لي لا يا مستر طالما برد باخد الكوت بالطو معطف. نمبر 7 بيقول my mom wears يعني ماما بتلبس a gold A، ماما هتلبس ايه في دول ذهب؟ يا ترى اشارب ذهب ولا فستان ذهب ولا عقد ذهب؟ هتقول له يا مستر نيكليس يعني عقد ذهب. نمبر 8 بيقول I like my blue sweater يعني انا بحب السويتر الازرق بتاعي. That's my طالما بحبه يبقى هو اكيد المفضل، يبقى favorite. favorite حبايبي بمعنى مفضل. تعال حبايبي نشوف نمبر 9 بيقول I'll pack my pajamas. احنا خدنا مقلم وخدنا منقط، طب المنقط اسمه ايه؟ spotted. طب المقلم striped، يبقى اذا ما هيش stripes ولا هي spots يبقى striped يعني مقلم. when it rains يعني لما الدنيا بتمطر I take my A لما الدنيا بتمطر اكيد باخد ايه؟ هتقول I take my umbrella، باخد الشمسية بتاعتي عشان تحميني من المطرة. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال الترتيب. excited I am see my two uncle يبقى اكيد هقول انا متحمس ان اشوف عمي. I'm excited يعني انا متحمس to see my uncle يعني انا متحمس حبايبي ان انا اشوف عمي. طيب have lovely they a pool اكيد هقول they، الفعل بتاعي have، الصفة حبايبي لازم تيجي الاول وحط قبلها a، بقول a lovely pool يعني هم عندهم حمام سباحة جميل. طيب نمبر 3 need what do to I pack طبعا اكيد عايز اقول هو انا محتاج اعبي ايه، يبقى اذا هبدا ب what، فعل المساعد بتاعي حبايبي do، فعل بتاعي I، طبعا need لازم يجي وراها to، يبقى what do I need to pack يعني انا محتاج اعبي ايه او احزم ايه. نمبر 4 بقول answer is who to going visit طبعا انا عايز اقول هو آسر هيزور مين، يبقى هسأل بهو، فعل المساعد بتاعي is، طب فين الفاعل؟ هتقول لي آسر، طب اكمل بمين؟ هتقول لي going to عشان تكمل بمعنى سوف، يبقى هو is آسر going to visit يعني آسر هيزور مين تاني. هو is آسر going to visit. وبكده يبقى احنا خلصنا حل تمارين الدرس الاول بعد ما قلنا شرحناه من كتاب المعادلة. طبعا اول سؤال معانا هنلاقيه في صفحة 113 وطبعا هو بيقول listen and put true or false، المفروض ان انا بسمع وبعد كده اشوف العبارات اللي قدامي دي صح ولا خطأ. بيقول the Nile Delta is in lower Egypt about 20 kilometers north of Cairo. The Nile River spreads out into two branches. These two branches flow towards the Mediterranean Sea. The Nile Delta is the fertile soil between the two branches of the Nile. It stretches from Alexandria to Port Said and it looks like a triangle. طبعا معلش يا حبايبي كان في خطأ بس في التسجيل يعني بعد ما بدأنا نحل اتضح ان احنا ما كناش بنسجل. تعالى كده بيقول the Nile Delta is in lower Egypt يا ترى دلتا النيل في الوجه البحري؟ هتقولي true طبعا الكلام ده صحيح. the Nile Delta is about 30 kilometers north of Cairo يعني بيقول لي ان دلتا النيل على بعد 30 كيلومتر شمال القاهرة، هتقولي لا طبعا، وقال لي 20 kilometers يعني 20 كيلومتر يبقى false. the Nile River spreads out into two branches يعني نهر النيل بينقسم لفرعين، هتقولي true طبعا. the two branches flow toward the Red Sea يا ترى الفرعين دول بيتدفقوا تجاه البحر الاحمر؟ هتقول لي لا مستر the Mediterranean Sea البحر المتوسط، يبقى دي اكيد فولس خطا. تعال نشوف حبايبي يلا السؤال الثاني واللي هنكمل بيه الفراغات. عندنا كلمه ago يعني منذ، وعندنا كلمه depression يعني منخفض، وعندنا كلمه canal يعني قناه، وعندنا كلمه erosion حبايبي بمعنى تاكل او تعريه
بيقول لي the Fayum A is in the western desert of Egypt. طبعا منخفض الفيوم يبقى the Fayum depression، يعني منخفض الفيوم هو اللي موجود في الصحراء الغربية في مصر. It was made by wind A about 1.8 million years A. طبعا حبيبي احنا قلنا هو صنع بواسطة تعرية الرياح، فبالتالي هقول it was made by wind erosion، يعني بواسطة تآكل الرياح من 1.8 مليون سنة فاتت، يبقى منذ معناها ago. It's connected to the Nile River by the بحر يوسف A. طبعا احنا قلنا هو مرتبط بنهر النيل عن طريق قناة بحر يوسف، فبالتالي هقول بحر يوسف كانال، قلنا الكانال حبايبي يعني مصنوعة بواسطة الإنسان. تعالوا مع بعض يلا نشوف سؤالي الاختياري. بقول Egypt is a beautiful يا ترى city، مدينة ولا village قرية ولا country؟ أكيد طبعا country دولة. Cairo is the A of Egypt. طبعا عرفنا ان القاهرة دي عاصمة مصر، طب عاصمة يعني capital. Number 3 بقول ليبيا A to the west of Egypt. طبعا قلنا تقع اسمها lies. Lies to the west of Egypt يعني تقع في غرب مصر. Number 4 بقول the Fayum A is a very special place. طبعا قلنا منخفض الفيوم اسمه the Fayum depression. The Fayum depression. طيب نمبر 5 بقول وادي الريان بارك از اي تو ميني بيردز. طبعا قلنا وادي الريان حديقة وادي الريان ده متنزه وادي الريان از اي تو ميني بيردز، قلنا موطن، يعني ايه موطن ليه حبايبي؟ اسمها از هوم تو ولا هاوس ولا روم. نمبر 6 بقول ذا نايل ريفر سبريدز اوت انتو تو اي، نهر النيل بينقسم لايه؟ هتقول لي لفرعين، طب فين فرعين؟ برانشز، برانشز حبايبي يعني فرعين. نمبر 7 بقول لي ذا نايل فالي، وادي النيل حبايبي از لايك لوتس اي، طبعا قلنا وادي النيل ده شكل زهره اللوتس يبقى لوتس فلاور، لوتس فلاور حبايبي اللي هي زهره اللوتس. طب تعالى يلا بقول لي ذس لاند، الارض دي از جود اي جروينج كروبس، قلنا صالح لي اسمها جود فور، تاني حبايبي صالح لي اسمها جود فور. طب تعالى نشوف نمبر 9 بقول لي وي ووكد اي ذا ريفر، طبعا لما اجي اقول احنا مشينا بامتداد النهر فاسمها we walked along along the river يعني بامتداد النهر. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال التوصيل اللي مديهولي في صفحة 114. عندنا كلمة flow. flow حبايبي معناها يتدفق، ويتدفق ده قلنا طريقة من طرق حركة المياه، فبالتالي هقول flow the way water moves، للطريقة اللي بيمشي بيها المية او بتمشي بيها المية، فبالتالي هكتب على 1 بي واكتب هنا طبعا بي او اوصلها. نمبر 2 بولي فرتايل، قلنا فرتايل حبايبي بمعنى خصب، تاني فرتايل بمعنى خصب، قلنا خصب ده يعني الارض اللي هي صالحه لزراعه النباتات، فبالتالي هقول جود لاند تو جرو بلانتس اند كروبس، يعني ارض صالحه لزراعه النباتات والمحاصيل، فبالتالي هكتب عليها سي. نمبر 3 بولي ريفر بانك، ريفر بانك حبايبي اللي هي ضفه النهر، قلنا ضفة النهر دي الارض اللي جنب النهر على طول وبامتداده، فهقول the land along the side of the river، هكتب على 3D. نمبر 4 بيقول لي wind erosion، قلنا تعرية الرياح، قلنا ده الدمار اللي بتسببه الرياح او التغير اللي بتسببه الرياح لشيء معين، فبالتالي هقول when the wind changes or destroys something، لما الرياح بتتغير وتدمر شيء، طبعا يبقى هكتب عليها ايه. اخر واحده حبايبي بيقول لي كانال، كانال حبايبي قلنا القناه الصناعيه، قناه مائيه ولكن صناعيه، يبقى ووتر واي ميد باي هيومنز، ووتر واي ميد باي هيومنز، يبقى هكتب عليها طبعا ايه. تعالى حبايبي كده نشوف القطعه مع بعض. بيقول ايجيبت از ا فيري بيوتيفول كونتري، مصر بلد جميله. ذا نايل رانز ثرو ذا كونتري انتل ات ريتشز ذا ميديترينيان سي ان ذا نورث، بيقول ان نهر النيل بيجري فيها لحد ما يوصل للبحر المتوسط في الشمال. Cairo is the capital of Egypt، والقاهرة عاصمة مصر. It's a modern city in lower Egypt، دي مدينة حديثة في الوجه البحري. Libya lies to the west of Egypt and Sudan lies to the south، ليبيا بتقع في غرب مصر والسودان بتقع في الجنوب. The Red Sea lies on Egypt's east coast، يعني البحر الأحمر بيقع على الساحل الشرقي. The Fayum Depression is a very special place، يعني منخفض الفيوم مكان مميز جدا.
as its oasis with the biggest waterfalls in Egypt. طبعا دي واحة، واحة فيها أكبر شلالات موجودة في مصر. It had the huge وادي الريان بارك، فيها حديقة وادي الريان الكبيرة. Which is home to many birds and animals، يعني موطن لكثير من الحيوانات والطيور. There are also fossils of whales، بيقول إن فيها كمان حفريات لحيتان. Fayum has lakes and amazing sites all in one place، بيقول لي إن الفيوم فيها بحيرات وأماكن كتير جديرة بالمشاهدة، كل ده في مكان واحد. تعال نشوف حبايبي يلا الأسئلة اللي هو مديها لي. بيقول The Nile reaches the Mediterranean Sea in the، طبعا قلنا البحر المتوسط فين حبايبي؟ برافو عليكم. In the north، يعني في الشمال. اللي بعدها بيقول There are fossils of A in الفيوم depression، طبعا قلنا الحفريات اللي موجودة بتاعت ايه؟ برافو عليكم. Whales يعني حيتان. طب تعال نشوف يلا نمبر 3. بيقول Where does Libya lie، يعني فين بتقع ليبيا حبايبي؟ هتقول لي It lies، يعني بتقع to the west of Egypt، يعني بتقع في غرب مصر. Number 4 بيقول What's وادي الريان home to، يعني وادي الريان ده موطن لإيه؟ طبعا حد شروط أنسر وأقول many birds and animals، احنا قلنا حبايبي هو موطن لحيوانات وطيور كتير. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الترتيب واخر سؤال معانا في الدرس بتاعنا. بيقول لي Egypt beautiful is country، طبعا عايز اقول ان مصر بلد جميلة، اذا هقول Egypt مصر في قالب بتاع is، الصفة اللي بتيجي الاول طبعا، طالما في هجيبها قبل الصفة فأقول A beautiful country، يعني مصر بلد جميلة أو دولة جميلة. تعال نشوف نمبر 2. There is Egypt Nile Delta in lower، طبعا عايز أقول إن دلتا النيل في الوجه البحري، يبقى هقول The Nile Delta is in lower Egypt، يعني في الوجه البحري من مصر. تعال نشوف نمبر 3. spreads تنقسم او تنتشر the Nile river، يعني نهر النيل to اتنين out into branches، عايز اقول ان نهر النيل بينقسم ليه فرعين اتنين، يبقى هقول the Nile river spreads، ده الفعل بتاعي. طب spreads بتاخد حرف الجر out، وبعدين اقول into الى two branches، يعني بينقسم لفرعين اتنين. طبعا حبايبي في صفحة 119 مديني اختيارات على الدرس الثالث، ودي حاليها اختيارات اما على الغرض اللي بيكون لي من 2 plus الانفينيتيف، يعني 2 زائد المصدر، او بيكلم فيها عن زمن الماضي. نمبر 1 بقول I went to the library، يعني انا رحت المكتبة. a book، طبعا هقول to borrow a book، to borrow a book معناها لكي استعير كتاب، قلنا حبايبي تقول لي معناها لكي، بيجي وراها فعل في المصدر. نمبر 2 بقول انجي used a pen، يعني انجي استخدمت بن. ايه هير اساي، هتقول لكي تكتب، فهقول to write، to write يعني لكي تكتب. نمبر 3 بقول هي bought a new suitcase، يعني هو اشترى حقيبة جديدة. ايه on holiday، طبعا لكي ياخذها في الاجازة، فهقول to take، to take يعني لكي ياخذها. نمبر 4 بقول ملك wears her sunglasses، بقول ان البنت ملك بترتدي النظارة الشمسية بتاعتها. ايه her eyes، اكيد لكي تحمي، لكي تحمي تبقى to protect، تاني to protect يعني لكي تحمي. نمبر 5 بقول بسمة went to the club، يعني بسمة ذهبت الى النادي. to a tennis، هتقولي to بيجي وراها مصدر مصر، فهقول to play يعني لكي تلعب. number 6 بقولي عمر played tennis، يعني عمر لعب تنس، هتقولي played يا مستر فيها ايدي، يبقى زود على اصل الفعل ايدي، يبقى على طول ده فعل ماضي وعادي ولا شاس، هتقولي لا regular عادي، ليه؟ لان زود له ايدي، واحنا اتفقنا ان اي فعل بزود له دي
او اي دي او اي اي دي او بضاعف واحط الاي دي، كل ده بقول عليه regular verb يعني فعل عادي. طبعا طالما الفعل ماضي، مين هنا اللي ماضي؟ يا ترى تومورو غدا ولا نيكست ويك لازم اللي جاي ولا يسترداي؟ هتقول لي لا يسترداي يا مستر، هي اللي من علامات الماضي. نمبر 7 بول اي وينت تو ذا شوب، يعني انا رحت المحل. ايه سام بريد؟ هتقول لي لكي اشتري، يبقى تو باي. نمبر 8 اي didn't اي a racket last week، هتقول لي last week من علامات الماضي. يعني اختار بوت يا مستر، هتقول لي لا. ليه؟ هتقول لي لاني في didn't، وطالما جبت didn't حبايبي في النفي لازم ارجع فعل المصدره، يبقى اقول اي didn't باي. نمبر 9 بيقول لي ايه يو ميت يور فريندز يسترداي، هتقول لي يسترداي من علامات الماضي، يبقى اكيد السؤال بيه يا حبايبي بديد. نمبر 10 بيقول لي حازم studied hard to get good grades، هتقول لي يا مستر ما هو مفيش علامه، يعني اخد study بقى ولا studied؟ هقول لك لا، في المضارع الاسم المفرد حبايبي لازم يجي معاه فعل في اس او اي اس. لو دي كانت studies كنت اقول لك ماشي. طب studying هتقول لي مفيش ام ولا از ولا ار، يبقى اخد مين على طول حبايبي؟ studied. يبقى حازم studied hard يعني ذاكر بجد to get good marks عشان يحصل على درجات جيده. تعالوا نشوف يلا حبايبي general exercises اللي هو مدها لي. اول سؤال، سؤال listening، المفروض ان انا بستمع وبعدين بشوف true or false. اسمع كده معايا، بقول مروه is wearing a spotted dress with a belt. There are two buckets. Reem is wearing a costume. She looks like a princess. She has a crown on her head. She has white gloves on her hands. طبعا بعد ما سمعت تعال نشوف بقى، بيقول لي مروه is wearing a striped dress، يا ترى لابسه فستان مخطط؟ هتقول لي لا مستر انا سمعتها spotted، يبقى دي اكيد false خطا. طيب تعال نشوف يلا number 2، بيقول لي there are two pockets in مروه's dress، يعني في جيبين اتنين في الفستان بتاع مروه؟ هتقول لي دي سمعتها true. number 3 بيقول لي ريم looks like a princess، بقول لي ريم شكلها أميرة؟ هتقول لي هو قال لي كده يبقى true. طب تعال نشوف number 4، ريم has red gloves on her hands، هتقول لي false، هو قال لي white gloves يعني قفازات لونها بيضة. تعال نشوف حبايبي يلا سؤالي التاني، وده سؤال املأ الفراغات. عندنا الكلمات striped، قلنا striped يعني مقلم او مخطط. عندنا طبعا bought حبايبي ماضي بمعنى اشترى. عندنا كلمة to sleep، to sleep حبايبي يعني لكي ينام. طيب عندنا كلمة cotton اللي هو القطن. طب بقولي the جلابيه is cool، يعني الجلابيه دي جميلة because it's made from، لأنها مصنوعة من ايه؟ هتقول لي مصنوعة من القطن. number 2 بيقولي I have got a dress، يعني أنا عندي فستان ايه؟ I love it very much. يبقى أنا عندي فستان يا إما مقلم يا إما منقط، يبقى إذا هقول حبايبي ها striped. striped بمعنى مقلم مخطط يعني. number 3 بيقول I went to my bedroom، يعني أنا رحت غرفة النوم بتاعتي ليه؟ هتقول لي هجيب الغرض، يبقى to sleep يعني لكي أنام، تاني to sleep لكي أنام. number 4 بيقول we ate a new car last month، last month من علامات الماضي، يبقى إذا we bought يعني إحنا اشترينا، we bought a new car last month. تعالوا يلا نشوف سؤالي الاختياري، بقول I bought some sunglasses A on holiday، الغلط هيجي to plus infinitive يبقى to wear. number 2 بقول we went to the park، يعني احنا رحنا الحديقة، هتقول لي to play يبقى to زائد المصدر. حازم studied hard، هتقول لي to get لكي يحصل على good grades. number 4 بقول طارق a racket yesterday، هتقول لي yesterday من علامات الماضي، فبالتالي هاخد بوت يعني اشترى. number 5 بقول باسل a take his bag last week، هتقول لي last week من علامات الماضي، يبقى النفي بdon't ولا bdoesn't ولا bdidn't؟ هتقول لي bdidn't يا مستر، ولاحظ didn't بيجي وراها مصدر. number 6 بقول ميار didn't a cake yesterday، خلي بالك طالما جبت didn't فعلي لازم يرجع عليه، هتقول المصدره يبقى لازم اقول didn't make، تاني didn't make. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال الرابع، وده سؤال التوصيل. بقول the sleeves of the a، طبعا sleeves يعني الكمام، خلاص طبعا اكيد هتبقى طالما قال لي of a يبقى هجيب الباقي يا اما شيرت يا اما جلابيه على حسب، يبقى اذا هقول the sleeves of، برافو عليكم، ذا جلابيه is wrong، يعني الكمام بتاعت الجلابيه مالها حبايبي طويله. طب she is wearing a، يعني هي لابسه ايه؟ اكيد هجيب ملابس، يبقى spotted dress،
with a belt يعني لابسه فستان منقط وكمان بحزام، يبقى دي هكتب عليها دي. طب نمبر 3 بقول I bought a suitcase يعني انا اشتريت حقيبة، اكيد حجيب الغرض، يبقى اقول to take on holiday يعني عشان اخدها في الاجازة. نمبر 4 بقول she left the party يعني هي سابت الحفلة، اكيد to catch her train يعني عشان تلحق بيه القطار تاني، to catch her train. تعال نشوف يلا سؤال الترتيب. بقول went I my to sleep bedroom and to، اكيد انا عايز اقول انا ذهبت لغرفة النوم لكي انام، يبقى دي الفعل I ذهبت يعني went. طيب يذهب الى اسمها went to، طب غرفة نومي انا، يبقى my bedroom يعني غرفة نومي. طب لكي انام يعني هتقول لي to sleep ده الغرض. طيب number 2 بقول the party the train نيرة to catch lift، يبقى اكيد هقول نيرة تركت الحفلة لكي تلحق بالقطار، يبقى هقول نيرة lift يعني ثابت، the party party حبايبي يعني الحفلة. طب لكي اسمها to وto catch يعني لكي تلحق، the train حبايبي اللي هو القطار، يبقى to catch the train. number 3 بقول town she to address to buy went، نفس الكلام بقول هي ذهبت للمدينة عشان تشتري فستان، يبقى she went to the town to buy a dress يعني هي ذهبت للمدينة عشان تشتري فستان. طيب تعال نشوف يلا number 4 بقولي used بقولي to write and he say a he pen كده عايز اقول هو استخدم قلم عشان يكتب المقال، يبقى he used a pen يعني هو استخدم قلم. ليه هتقول لي to write يعني لكي يكتب، any say يعني مقال حبيبي تاني، يعني say بمعنى مقال. تعال يلا على الباراجراف الجميل بتاعنا اللي بيقول لي my favorite dress يعني فستاني المنقط، وبعدين جايب لي مروة وريد وبيلت وبوكيتس. طبعا هنا حبايبي انا ممكن ادمج بقى حاجتين اتنين، ممكن اقول ان انا مروة وابدأ بقى اتكلم عن نفسي طالما قال لي my favorite dress، يبقى اذا هقول حبايبي في البداية my name is مروة يعني انا اسمي مروة. طيب عايز اقول بقى انا بحب ارتداء الفساتين، يبقى هقول I love wearing dresses يعني انا بحب ايه حبايبي ارتداء الفساتين. وبعدين قال لي هوصف فستاني المفضل يعني اقول my favorite dress is spotted يعني فستاني المفضل منقط. وابدا اوصف كمان هقول في حزام، يبقى it has a belt يعني هو فيه حزام. طب كمان هقول لونه احمر، يبقى اقول it is red حبايبي يعني لونه احمر. طب عايز اقول ان هو فيه جيوب، يبقى هقول it has pockets يعني فيه جيوب. بعدين اخر حاجة اقول انا بحب ارتدائه جدا، يبقى هقول I love wearing it very much يعني انا بحب ارتدائه جدا. وبكده حبايبي بقى انا كتبت جمل بسيطة جدا عن فستاني المفضل. تعالوا نشوف حبايبي يلا التدريبات اللي على الدرس الرابع، وان الدرس ده كان فيه فوناتيكس برونانسيشن، وكان فيه كمان حكاية الالفز اند ذا شوميكر الاقزام وصانع الاحذية، وكمان كان فيه ماث يعني رياضيات. تعال نشوف كده في صفحة 125 الجزء الخاص بالبرونانسيشن، مديني asked ومديني waited ومديني promised ومديني counted وcarried وslowed وdelivered وfixed وtested. طبعا شكل ما قلنا حبايبي ان نطق الاي دي بيعتمد على الصوت الاخير، الصوت الاخير حبايبي هو اللي بيحدد لي نطق الاي دي. واحنا قلنا نطق الاي دي ليه ثلاث اشكال، كنت تنطق ده يعني دي عادية جدا في النهاية، او تا يعني انا مش هنطق الاي وهنطق ده او تا، او ننطق الاي شورت اي وتبه اد.
قلنا الكلام ده مع النهايات ت عند ده بس، لما يكون النهايتين تي ودي بتبقى اد. لما يكون الصوت الاخراني ك شا تشا فا با قلت على طول بنطق الاي دي تا. طب مستر غير كده على طول بنطقه ده. تعالوا نشوف كده حبيبي، هناخد كلمة كلمة ونحطها في الجدول بتاعنا. او الكلمة كلمة تاسكت، هتقول لي الكا ساوند الاي دي بعدها بتنطق تا، فاذا دي اسمها اسكت. اسكت فحطها فين حبيبي؟ في النص. اسكت. طيب تعال نشوف الكلمة اللي تحتها، waited. waited النهاية تي فبعدها الاي دي بتنطق اد، فتبقى waited بالمنظر ده حبيبي. طيب promised، هتقول لي الاس بعدها او صوت سا بعد الاي دي بتنطق تا، فعشان كده هقول promised في الخانة بتاعت التين. طيب تعال نشوف اللي بعدها، كلمة counted. counted تا ساوند بعدها اد، فتبقى counted. طب اللي بعدها carried. carried طبعا هنا الدي نطقت دي عادية، فاذا هقول carried في الخانة بتاعت الدي. طيب slowed. slowed هتقولي الاي مش هتنطق والدي هتنطق دي بس، يبقى slowed حطها هنا برضو. طيب delivered. delivered برضو نفس الكلام، الاي مش هتنطق وده ده ساوند، يبقى delivered في الخانة دي. طيب fixed. fixed قلنا الصوت الاخير هنا سا، يبقى الاي دي بتنطق تا، فعشان كده قلنا fixed. fixed الاي مش هتنطق والدي هتنطق تا. طب tasted قال لي نفس الكلام، التي وراها الاي دي بتنطق اد، فعشان كده قلنا tasted. تاني tasted. تعالوا نشوف حبايبي يلا مسائل الرياضيات اللي موجوده في صفحه 126. طبعا واللي عايز يرجع للدرس وشرح ازاي بضرب عدد مكون من رقمين ممكن يرجع لصندوق الوصف، هتلاقيني سايب لك الرابط. طبعا بيقول لي think and do the sums. عندنا بيقول لي 15 times 31. قلت حبايبي قبل ما اعمل اي حاجه لازم احط المساله بشكل راسي، ادي 15 وادي 31. تعالوا يلا، انا قلت عندنا بضرب بثلاث خطوات، اول حاجه ضرب، ثاني حاجه ضرب، ثالث حاجه جمع. ثاني ضرب ضرب جمع. طيب قلت الاول باخد خانة الاحد واضرب في الرقمين اللي فوق، يلا 5 times 1 is 5. طب 5 times 3 is 15، تطلع 155. طب تعالى بقى نضرب خانة العشرات اللي هو الواحد. قلت حبيبي قبل ما اضرب خانة العشرات لازم احط صفر الاول، طالما هضرب خانة العشرات. طب لو بضرب خانة المئات يبقى صفرين. طب 1 times 1 is 1 and 1 times 3 is 3. تعالوا يلا نجمع حبايبي، 5 plus 0 is 5، 5 plus 1 is 6 and 1 plus 3 is 4، تطلع 465. تاني 465، يبقى هكتب هنا 465. تعالوا نشوف نمبر 2. طبعا نمبر 2 دي بقى ليها حاجة خاصة، ليه؟ لان قلت لو كان الرقم بيبدأ بصفر بنزل بالاصفار دي على طول، ادي 0 وادي كمان 0، ويلا نضرب 2 times 4 is 8، فتطلع 800. طبعا سهله جدا. وكذلك برضو المساله اللي بعدها 42 times 20. في رقم هنا في صفر خلاص بحطه، وبعدين اضرب حبايبي الاثنين اللي هي 2 times 42 2 times 2 is 4 and 2 times 4 is 8، تطلع حبايبي 840. تاني 840. اللي بعدها 12 by 12. طبعا حبايبي لو انا حافظ جدول الضرب هجيبها على طول، اما لو انا مش حافظ برضو هستخدم نفس الطريقة. يلا ادي 12 وادي times 12. تعالوا يلا ضرب ضرب جمع، 2 times 2 is 4 and 2 times 1 is 2، يبقى طلعت 24. طيب تعالوا يلا، قلت قبل ما اضرب خانة العشرات لازم احط 0. 1 times 2 is 2. 1 times 1 is 1. تعالوا يلا نجمع، 4 plus 0 is 4. 2 plus 2 is 4. And 1 plus nothing is 1. يبقى إذن هتطلع 144. تاني 144. يبقى هكتب هنا 144. ولو أنا حافظ جدول 12 طبعا أنا عارف ال 12 في 12 ب 144. تعالوا نشوف يلا المسألة اللفظية اللي هو مديها لي تحت. بيقول نورا ميكس هاتس، بيقول البنت نورا دي بتعمل قبعات. She is very good، يعني هي جيدة.
She can make 25 hats each week. ممكن بتعمل 25 قبعة كل أسبوع. يبقى في الأسبوع بتعمل كم حبايبي؟ 25 قبعة. How many hats can she make in 48 weeks? بقول بقى كم عدد القبعات اللي تقدر تعملها في 48 أسبوع. إذن عشان أجيب عدد القبعات اللي ممكن تعملها في 48 يبقى لازم أضرب ال 25 في 48. تعالوا يلا لازم نحط بشكل رأسي. يبقى دي 25 times 48. يلا ضرب ضرب جمع. 5 times 8 is 40. يبقى حط الصفر. طب وفين الفور يا مستر؟ هتقول لي فوق اهي. طيب تعالى نضرب الاول وبعدين نجمع. 5 times 4 is 20. 20 plus 4 is 24. يبقى هكتب 24. طلعت 240. قلت قبل ما اضرب خانة العشرات حبايبي لازم احط الزيرو بتاعي الاول. جميل خالص. تعالوا بقى نضرب. 2 times 8 is 16. طب يا ترى هكتب ال 16 كلها؟ هتقولي لا، ادي 6 وال 1 فوق ال 4. 2 times 4 is 8 and 1 is 9. تعالوا بقى نجمع حبايبي. 0 plus 0 is 0. 4 plus 6 is 10. هحط الزيرو بتاعي وال 1 هيبقى فوق. 1 plus 2 is 3. 3 plus 9 is 12. هتطلع حبايبي 1200. تاني 1200. يعني 1200. طبعا هنا مدينه ملاحظة جميلة قوي، بيقول له if you multiply in a number by zero the answer is zero. طبعا لو انا ضربت اي رقم في الصفر اكيد بيدينا صفر. تعالوا نشوف حبايبي بقى general exercises اللي هو مدهالي في صفحة 127. عندنا كلمة money حبايبي يعني مال، عندنا كلمة town يعني مدينة، عندنا كلمة honest يعني امين، عندنا كلمة wife يعني زوجة. once upon a time a kind and a shoemaker. طالما بيجمع يبقى هيجمع صفتين، يبقى اكيد and honest. honest حبايبي بمعنى امين. shoemaker lived in a with his a. اكيد هيعيش فين؟ هتقول لي هيعيش في مكان، يبقى المكان بتاعي town يعني كان عايش في مدينة. with his، with the يعني مع مين، يبقى هجيب شخص فتقول لي with his wife مع زوجته. they were poor but they were happy. The shoemaker worked hard. اشتغل بجد. But he had no ايه. بس ما كانش عنده ايه. هتقول لي ما عادش غيرها. money. ما كانش معاه فلوس. تعال حبايبي يلا نشوف السؤال التاني في صفحة 127. بيقول لي he is a. he has no money. ما عندوش فلوس حبايبي. ينفع rich. rich يعني غني على فكرة. طب wealthy. قال لي برضو غني. طب ما فيش غير مين. poor. يعني ايه poor. فقير. Number two, but I loved this meal. أنا حبيت الوجبة دي. It's A. طبعا طالما حبيتها يبقى سيئة، يبقى فظيعة. لا حلو delicious، يبقى لذيذة. The shoemaker works in A. طبعا قلنا shoemaker صانع الأحذية بيشتغل في ورشة، يبقى أكيد workshop. Number four, بولي she was very A. Her son passed the exam. passed حبايبي معناه يجتاز أو اجتاز. طبعا ده الماضي. طيب the exam، exam حبايبي يعني امتحان. طالما ابنك اجتاز الامتحان هتقول له يا مستر تبقى سعيده اكيد، يبقى she was very happy. sad يعني حزين و unhappy يعني حزين. تعال نشوف نمبر 5 بيقول our teacher is a. we all love him. كلنا بنحبه اكيد، يبقى اكيد kind. kind يعني طيب. bad يعني سيء. unkind يعني قاسي مش طيب. تعال نشوف حبايبي السؤال الثالث، وده سؤال الترتيب. بيقول worked the hard shoemaker. اكيد عايز اقول ان الشوميكر اشتغل بجد، يبقى هقول the shoemaker الفعل بتاعه worked والحال بتاعه حبايبي hard. number two بقول very were poor they، يبقى دي they الفعل بتاعه were. قلنا الدرجة بتيجي الأول يبقى very وبعدين الصفة بتاعتي poor. number three he with in lived wife town his. يبقى انا عايز اقول ان هو عاش مع زوجته في المدينه، او هو عاش في المدينه مع زوجته. يبقى اذا هقول he lived يعني هو عاش in town يعني في المدينه حبايبي with مع his wife يعني مع ايه؟ مع زوجته. تعالوا نشوف حبايبي يلا صفحة 128. طبعا مديني ازاي اضرب عددين مكونين من رقمين.
طبعا تعال نشوف نمبر 1 بيقول لي 20 تايمز 50 هتقول لي سهل قوي ده يا مستر بقى طالما فيها اصفار يبقى هكتب الاصفار اهو زيرو وبعدين 2 تايمز 5 از 10 تطلع 1000 تاني 1000 تعال نشوف حبايبي المساله اللي بعدها نمبر 2 بيقول لي 12 تايمز 16 يعني 12 في 16 هتقول لي اه يا مستر اد 12 اد ال 12 اه تايمز 16 وادي ال 16 طيب تعال بقى يلا نضرب هتقول لي الاول في الاثنين والتاني في الاثنين يبقى الحاد وبعدين العشرات وبعدين بجمع طيب 2 تايمز 6 از 12 طب احط ال 12 كلها هتقول لي لا هحط ال 2 طيب وال 1 هيروح فوق هنا نضرب يلا 2 تايمز 1 از 2 طيب 2 بلس 1 از 3 تطلع حبايبي 32 طيب قلت قبل ما اضرب خانة العشرات لازم اكتب الزيرو في الاول وبعدين 1 by 16 is 16 تعالوا يلا نجمع الخطوة الثالثة 2 plus 0 is 2 3 plus 6 is 9 and 1 plus nothing is 1 تطلع 192 بحكتب هنا 192 يعني 192 المسألة اللي بعدها بقول 22 times 33 يعني 22 في 33 بأدي 22 وادي 33 وهذا التايمز يلا 2 تايمز 3 is 6 and 2 تايمز 3 is 6 يلا نحط الزيرو بتاعنا طالما هضرب خانة العشرات برضو هي نفس الكلام فهتطلع 66 تعالوا يلا حبايبي نجمع 6 بلس 0 is 6 6 بلس 6 is 12 طبعا هكتب 2 وال 1 يروح هناك بلس 6 is 7 تطلع 726 تاني 726 بحكتب هنا 726 المسألة اللي بعدها حبايبي بيقول لي 15 times 37 يعني 15 في 37 بأدي ال 15 وأدي 37 يلا تعالوا نضرب 5 times 7 is 35 يعني 35 هكتب الخمسة طب ال 3 هتروح فين فوق هجمعها بعد ما اضرب الرقمين 5 times 3 is 15 and 3 is 18 تطلع 185 تعالوا يلا قبل ما نضرب خانة العشرات هنحط الزيرو بتاعنا 1 times 37 هيدينا هي برضو 37 تعالوا يلا نجمع 5 plus 0 is 5 8 plus 7 is 15 يلا فاضل 1 هنحطه على 1 ده يبقى 2 plus 3 is 5 تطلع حبايبي 555 ثاني 555 يبقى هكتب هنا 555 تعالوا نشوف يلا المسألة اللفظية رقم 5 بقول لي علي bought 15 books بقول لي علي اشترى 15 كتاب each book has 80 pages يعني كل كتاب حبايبي فيه 80 صفحة how many pages in all يبقى كل الكتب فيها كم صفحة يبقى لازم اضرب ال 15 في ال 80 قلت لكم الموضوع ده سهل قوي حبايبي ليه لان في رقم فيهم في زيرو فانا هكتب الزيرو وخلاص طيب تعالى نضرب بقى ال 8 في ال 15 يعني هضرب ال 8 في الرقمين طيب 8 times 5 is 40 يعني 8 في 5 ب 40 هحط الزيرو وبعدين اضرب 8 times 1 is 8 and 4 is 12 تطلع حبايبي 1200 تاني 1200 يعني تطلع 1200 تعالوا حبايبي يلا نشوف المسألة اللفظية التانية بيقول لي ندى saw 12 trees يعني ندى شافت 12 شجرة in each tree there were 22 birds يعني في كل شجرة فيها 22 طائر how many birds did ندى see in all يعني كم طائر بقى شافته في كل الأشجار يبقى لازم أضرب 12 times 22 يلا تعالوا نضرب شكل ما احنا متعودين 2 times 2 is 4 2 times 2 is 4 طيب نحط الزيرو طالما هضرب خانة العشرات 1 by 1 times 22 هتقولي 22 يلا تعالوا نجمع 4 plus 0 is 4 4 plus 2 is 6 2 plus nothing is 2 يبقى إذن تطلع 264 تاني 264 يبقى هي شافت 264 طائر تعال حبايبي يلا نشوف السؤال السادس اللي هو التوصيل طبعا بيقول لي 50 50 طبعا لو حلناها هحط
التو زيروز الصفرين 5 تايمز 5 از 25 فتطلع حبايبي 2500 2500 فين الرقم ده هتقول لي سي يبقى واحد هوصلها بسي طيب if you multiply any number by zero لو انت ضربت اي رقم في الصفر قلنا ايه اللي بيحصل الذي انسر از زيرو يبقى على طول النتيجه بتطلع صفر فبالتالي هوصلها بدي طب yesterday I tidied يعني امبارح انا رتبت هتقول لي my room يعني غرفتي طب 30 by 20 هادي 2 zeros الصفرين على طول طب 2 times 3 هتقول لي 6 فتطلع 600 اللي هي A تعال نشوف حبايبي يلا اخر سؤال في الدرس الرابع هو سؤال الترقيم بيقول لي احمد lived in town with his wife Dina طبعا ال A بتاعت احمد لازم تكون capital عشان حاجتين اتنين في اول الكلام وكمان اسم شخص lived in town with his wife دينا ده اسم شخص يبقى لازم الدي بتاع دينا كابيتال في الاخر حبايبي في الاستوب لان دي جمله عاديه تعالوا حبايبي يلا نروح لصفحه 132 واللي بتتكلم عن ترتيب الصفات احنا يا حبايبي لما يكون في صفات كتير قبل الملابس برتب الصفات كالتالي لازم اجيب الحجم الاول اللي هو السايز وبعد كده بجيب الايج اللي هو العمر وقلنا العمر ده يعني old ولا new يعني جديد ولا قديم وبعد كده بجيب الكولر اللي هو اللون حبايبي وبعد كده بجيب الماتيريال قلنا ماتيريال حبايبي اللي هي المادة الخام وبعد كده بجيب الاسم فهنا بقى بيطلب مني ان انا ارتب الصفات دي على حسب الترتيب ده قبل الصفة قبل الاسم بقول I bought a racket مديني بلاك بلاك بتوصف ايه هتقول لي اللون طب big الحجم طب new العمر يبقى لما اجي ارتب لازم اجيب المقاس الاول او الحجم فاقول ابيج وبعدين هجيب بعدها العمر يبقى اقول نيو وبعدين اكيد هجيب اللون يبقى بلاك فاذا تطلع I bought a big new black racket تعال نشوف اللي بعدها he sold his a car هتقول له يا مستر طبعا هنا مديني old ده العمر طب وايت ده اللون طب سمول ده الحجم يبقى اجيب سمول الاول وبعدين اولد العمر وبعدين وايت اللون طب اللي بعدها she wears a dress هتقول لي فين الحجم هتقول لي سمول طيب فين العمر هتقول لي نيو طب فين اللون هتقول لي جرين طب اللي بعدها بقول the shoemaker made shoes طبعا فين الحجم هتقول لي سمول يا مستر طيب فين العمر هتقول لي نيو طب فين اللون خلاص مش موجود يبقى اجيب الماده على طول الخام يبقى اذا هقول ليذر فهقول the shoemaker made small new leather shoes تعالوا نشوف حبايبي يلا general exercises اللي على الدرس الخامس والسادس تعالوا نشوف اول سؤال هو سؤال التوصيل بيقول لي the dresses are يعني الفساتين فساتين مالها هتقول له الوانها زاهيه فهتقول the dresses are very colorful يعني الوانها زاهيه جدا فهوصل بدي Mexican girls قلنا البنات في المكسيك قلنا لو انتوا فاكرين في الدرس بيحبوا الالوان الزاهيه يبقى هقول love bright colors number 3 بيقول لي he had to wear يعني اضطر ان هو يرتدي طبعا حبايبي لازم اخلي بالي جدا ليه لان لو قرينا اللي بعدها بيقول everyone wears a هنا جاب لي a فمش معقول هقول a وan مع بعض فبالتالي لما اقول he had to wear هنا هوصلها يعني هقول he had to wear an old orange hat ليه لان عايز اللي فوق دي في رقم 4 بيقول everyone wears a هنا جاب لي a يبقى اذا هقول short sleeved white shirt يعني قميص ابيض كمامه قصيره اللي احنا بنقول عليه حبايبي نصكم تاني بنقول عليه نصكم يبقى هوصلها باي تعالوا نشوف حبايبي سؤال طويل معانا السؤال التاني بيقول له we have to wear a every day يعني احنا بنضطر ان احنا نلبس ايه كل يوم ولا تاي ولا باج ولا بوك طبعا هنا بنضطر ان احنا نلبس تاي وتاي حبايبي بمعنى كرافته لان دي ملابس تعال نشوف نمبر 2 بيقول our school uniform is really a we like it طالما بنحبه حبايبي يبقى اكيد سمارت سمارت يعني شيك لكن اجلي حبايبي معناها قبيح وبات حبايبي معناها سيء I bought a jacket طبعا هنا خلي بالك يا ترى بجيب اللون وبعدين العمر
ولا اللون وبعدين العمر، ولا العمر وبعدين اللون؟ هتقولي لا انا بجيب العمر وبعدين اللون، فبالتالي لازم اقول I bought a new green jacket. تاني a new green jacket. Number 4 بقولي my favorite A are the shirt and the trousers. طبعا الشيرت والتراوزر دول ايه؟ هتقولي دول ملابس، يبقى اكيد هقول clothes. Number 5 بقولي my favorite A is blue. طبعا blue ده ايه؟ هتقولي لوني، يبقى my favorite color يعني لوني المفضل. تعال حبايبي يلا نشوف السؤال التالت اللي هو سؤال الترتيب. عندنا مكسيكو hats where people in. طبعا يا حبايبي ممكن اقول الناس بترتدي قبعات في المكسيك، وممكن اقول الناس في المكسيك بترتدي قبعات، يبقى هقول people يعني الناس in مكسيكو، الناس في المكسيك where hats بيلبسوا قبعات، وان القبعة بتاعت المكسيك اسمها سامبريرو، تاني اسمها سامبريرو. طيب تعال نشوف like uniform I school really our. طبعا عايز اقول انا بالفعل بحب زي المدرسة بتاعنا، يبقى هقول I لازم قبلها اجيب really like our school uniform، يعني انا بحب زي المدرسة بتاعنا جدا. طيب عندنا girls bright Mexican colors and love. طبعا عايز اقول ان البنات في المكسيك بيحبوا الالوان الزاهية، يبقى اذا هقول Mexican girls يعني البنات المكسيكيات مالهم، هتقول love بيحبوا. طب اجيب الصفة ولا الاسم؟ لا اجيب الصفة الاول، يبقى لازم اقول bright colors يعني الالوان الزاهية. تعالوا نشوف حبايبي يلا صفحة 135 سؤال القطعة. بقول at school I wear a pale blue shirt. قلنا pale حبايبي معناها فاتح، بتساوي كلمة light، light برضو معناها فاتح. بقول and dark blue trousers وكمان بنطلون أزرق غامق. We have to wear a tie every day. لازم نرتدي كرافتة كل يوم. It's a dark blue with light blue stripes. بيقول ان هي زرقاء غامق بس الخطوط اللي فيها فاتحة. On it the girls in my school also wear a pale blue shirt. كمان البنات اللي في مدرستنا بيلبسوا قميص او بلوزة بقى ازرق فاتح. But they don't wear trousers. بس ما بيلبسوش بناطيل. They wear a blue and white checked skirt. طبعا بيلبسوا جيبات مربعات ازرق على ابيض. The girls don't have to wear a tie. طبعا ما بيضطروش ان هم يلبسوا كرافتة. تعالوا نشوف يلا السؤال الاول. بيقول لي at school في المدرسة I wear a pale blue. بلبس ايه بقى؟ هتقول لي pale blue طالما هو فاتح، يبقى اكيد shirt، وشيرت معناها قميص. Number 2 بيقول لي we have to wear a every day. بنضطر نلبس ايه كل يوم؟ هتقول لي tie يعني كرافتة. طب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. بقول do the girls have to wear a tie. هل قلنا دو حبايبي وده في اول السؤال معناهم هل. بقول هل البنات بتضطر ان هي تلبس جرافطة؟ هتقول لي no they don't. لا والله ما بيلبسوش. طب نمبر 4 بقول what color is the tie. ايه هو لون الجرافطة؟ طبعا قالينا فوق ان الجرافطة dark blue with light blue stripes، يبقى هقول it's dark blue يعني زرق غامق with light blue stripes يعني بخطوط ازرق فاتح، تاني بخطوط ازرق فاتح. طيب طبعا حبايبي الباراجراف بسيط جدا لانه بيكلمني عن السكول يونيفورم. طبعا طالما هتكلم عن السكول يونيفورم لازم اقول الاول ان انا بحب مدرستي جدا، يعني هقول I love my school. I love my school يعني انا بحب المدرسة بتاعتي، وبعدين اقول ان الزي الموحد بتاعنا شيك وانيق، يبقى اذا هقول our school uniform يعني الزي الموحد بتاعنا is very smart يعني شيك جدا. هبدأ اقول بقى الاولاد بيلبسوا ايه والبنات بيلبسوا ايه، يبقى هقول boys and girls يعني الولاد والبنات wear بيرتدوا pale blue
شيرتس يعني بيلبسوا حبايبي قمصان ازرق فاتح. طبعا حبايبي هو في الصوره مديني شورتس، يعني ايه شورتس؟ شورت، لكن هنا مديني تراوزرز. فانت لو كتبت تراوزرز او شورتس عادي يعني. هقول بويز الاولاد وير بيرتدوا دارك بلو تراوزرز، يعني بيلبسوا بناطيل ازرق غامق. جيرلز البنات حبايبي وير بيرتدوا دارك بلو سكيرتس، يعني بيلبسوا جيبه لونها ازرق غامق. طبعا طالما ذكر لي كلمه سوكس فانا هقول احنا بنلبس شرابات بيضة، يبقى هقول وي وير يعني احنا بنرتدي وايت سوكس يعني شراب ابيض او شرابات بيضة. طبعا هقول بويز الاولاد have to wear يعني بيضطروا ان هم يلبسوا ties يعني جرافتات every day، يعني every day حبايبي كل يوم. وبكده يبقى انا كتبت باراجراف بسيط جدا عن السكول يونيفورم بتاعي. تعالوا نشوف حبايبي يلا التست بتاعي في صفحة 139. طبعا بديلي اول حاجة برضو بسؤال الليسنينج، سؤال الاستماع. طبعا المفروض ان انا بسمع كويس وبعد كده بشوف ترو اور فولس. عندنا بيقول لي عمر lives in Sohag. It's usually very hot there. He wears shorts and a t-shirt. Many men wear the جلابية. It's a long white robe. It has long sleeves. It has buckets but they're hidden. You can see them. ما بتقدرش تشوفهم. بقول له عمر lives in Sohag يعني الولد عمر ده عايش في سوهاج. هتقول لي true. طيب السؤال التاني بيقول لي many people wear shorts، كثير من الناس بيرتدوا الشورت. هتقول لي false، ده بيرتدوا جلابيز. طب ده جلابية is a long white robe يعني رداء طويل ابيض. هتقول لي true صحيح. ده جلابية has short sleeves يعني ليها كمام قصيرة. هتقول لي لا الجلابية كمامها long يعني طويلة. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال التاني. عندنا كلمة لوتس اللي هي زهرة اللوتس. فالي يعني وادي. عندنا كلمة بانكس يعني ضفاف، ضفة النهر يعني. كروبس يعني محاصيل. بقول the Nile is the area of land on the north of the Nile River. أكيد ده وادي النيل، يبقى the Nile Valley. طب ليه يا مستر ما قولش بانكس؟ حبايبي لو كان عايز the Nile Banks أولا هنا كان جاب لي إيه؟ or، ما كانش جاب لي is. طب قال لي is the area of the land on the A of the Nile. هنا بقى اللي هقول on the banks of the Nile، فبالتالي هقول هنا كلمة banks. banks حبايبي يعني ضفاف النهر. it's very good for growing A. طبعا هو جيد جدا لزراعة A. هتقول لي crops. crops حبايبي اللي هو المحاصيل like wheat dates and beans. many people say that the Nile Valley is like a flower. قلنا وادي النيل ده عامل شكل زهرة اللوتس، يبقى لوتس فلاور. تاني لوتس فلاور اللي هي زهرة اللوتس. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال الثالث، وده سؤال اختياري. بيقول I went to the library. عايز الغرض، يبقى هقول to borrow books لكي استعير كتب. number 2 بيقول لي he ate to the beach yesterday. هتقول لي yesterday من علامات الماضي، يبقى حبايبي went. number 3 بيقول it's very cold، الجو بارد، so I'll take my. طالما الجو بارد يبقى هاخد ايه في دول؟ هتقولي لا هاخد sweater لان هو اللي يدفيني. طب number 4 بيقول she is wearing a skirt. طبعا الجيبة حبايبي ممكن تكون spot ولا spots ولا spotted. هتقولي لا spotted يا مستر يعني منقطة. تعالى حبايبي يلا نشوف السؤال الرابع، وهو سؤال الترتيب. بيقول لي go I wait to Kent to الفيوم. طبعا عايز اقول انا مش قادر استنى عشان اروح الفيوم، فهقول حبايبي I can't wait، مش قادر استنى to go to الفيوم، يعني مش قادر استنى عشان اروح الفيوم. number 2 بيقول the red lies on east sea Egypt's coast. طبعا عايز اقول ان البحر الاحمر بيقع على الساحل الشرقي لمصر، يبقى هقول the red، خلي بالك الار كابيتال وسي برضو الاس كابيتال عشان ده اسم بحر، يبقى the red sea. طب يقع يعني ايه؟ هتقول لي lies. طب يقع فين؟ هتقول لي on
Egypt, East, Coast, يعني على الساحل الشرقي لمصر. طب تعال نشوف اللي بعدها. بقول wearing Sarah spotted his dress. وطبعا هقول سارة، البنت سارة دي is wearing، ادي الفعل بتاعي في المضارع المستمر. وبعدين اجيب الصفة الاول فاقول a spotted dress يعني فستان حبايبي. ها برافو عليكم نقط. طب uniform our school is smart really. طب انا عايز اقول ان الزي الموحد بتاع المدرسة حقا جميل او انيق، يبقى اذا هقول our school uniform، الفعل بتاعي حبايبي is، وبعدين اجيب really، وبعدين اجيب smart يعني حقا انيق او شيك. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال التوصيل. بيقول لي flow means، طبعا قلنا حبايبي ان التدفق ده هي الطريقة اللي بتتحرك بيها المياه، فبالتالي هقول the way water moves يعني الطريقة اللي بتتحرك بيها المياه. نمبر 2 بيقول لي we need to pack، يعني احنا محتاجين ان احنا نعبي ايه؟ اكيد هنعبي الشنط للاجازة، يبقى we need to pack our suitcases for holiday. طب نمبر 3 بيقول لي the جلابية has، بقول ان الجلابية فيها ايه؟ هتقول لي long sleeves يا مستر، يعني كمام طويلة. We went to the park، يعني احنا رحنا الحديقة. ليه؟ هتقولي to play with our friends، يعني عشان نلعب مع أصدقائنا. تعالى حبايبي للسؤال السادس، وده سؤال القطعة. بقول in Egypt's white desert you can see some amazing sculptures، بقول في صحراء مصر البيضاء ممكن تشوف منحوتات جميلة خالص. How did they get there؟ هما راحت هناك ازاي؟ They were made by the wind، طبعا اتعملت بواسطة الرياح. There weren't any sculptures millions of years ago، طبعا ما كانش في اي منحوتات من دي من ملايين السنين. Over time the wind blows sand and small stones against the rocks، وبمرور الوقت بدأت الرياح تعصف بالرمال وكمان بالاحجار ضد الايه حبايبي الصخور دي، او في الصخور دي. The rocks changed shape، بدأت الصخور دي تغير شكلها. After many years the wind and sand turned the rocks into beautiful sculptures، بعد بقى سنين كتير بدأت الصخور دي تتحول لمنحوتات جميلة. تعال نشوف يلا. Number 1 بقولي the knot and sand turned the rocks into beautiful sculptures، اكيد the ايه حبايبي and sand، يا ترى water and sand ولا wind and sand ولا ice and sand؟ هتقولي wind and sand، الرياح. Number 2 بقولي the rocks change، الصخور اتغير ايه؟ لونها ولا حجمها ولا شكلها؟ قلنا شكلها، يبقى شيب. تعالى حبايبي يلا لصفحة 141 وتكملة الأسئلة بتاعت القطعة. بقولي where is the white desert، يعني أين الصحراء البيضاء؟ طبعا شكل ما قال لي في الدرس إنها في الصحراء الغربية، يبقى هقول in the western، خلي بالك الدبليو كابيتال حبايبي، desert، والدي برضو بتاع desert لازم تكون capital. طب تعال نشوف number 4 بلي where there in sculptures millions of years ago، من ملايين السنين هل كان فيه منحوتات؟ هتقولي no، وبعدين حبايبي بطلع ابدل فاقول no there weren't، تاني no there weren't. تعالوا حبايبي يلا نتكلم عن Egypt، يعني عن مصر في سؤال الباراجراف بتاعنا. طبعا اول جملة لازم ابدأ بيها هقول مصر بلد جميلة جدا، بحبدا اقول Egypt is a very beautiful country، يعني بلد جميلة جدا. طبعا افريكا عارفين حبايبي ان مصر دي في شمال افريقيا، يبقى هقول it's in the north of Africa، في شمال افريقيا. عايز اقول ان القاهرة عاصمة مصر، يبقى كايرو is the capital of Egypt، يعني القاهرة دي عاصمة ايه حبايبي؟ مصر. احنا قلنا ان هي بلد حديثة، يبقى it's a modern city، يعني هي مدينة حديثة. عايز اقول ان نهر النيل بيجري فيها، يبقى اذا هقول the Nile، نهر النيل حبايبي runs through
ايجيبت. طبعا ممكن اقول ان الدلتا دي بين فرعين النيل، يبقى اذا هقول the delta او the Nile delta is between the Nile branches. ممكن اقول ان فيها شلالات في الفيوم، شلالات جميلة في الفيوم، يبقى it has beautiful waterfalls، يعني شلالات جميلة in فيوم. فين يا حبايبي؟ في الفيوم. وبكده يبقى انا كتبت باراجراف بسيط وسهل جدا ومختصر عن ايجيبت، عن مصر. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الاخير، هو سؤال بنكتويشن. ولكايرو is the capital of Egypt. طبعا كايرو سي كابيتال في كل الاحوال. is the capital of، طبعا ايجيبت بلد، يبقى لازم الاي كابيتال وفي الاخر حبايبي فلسطين، لان دي جملة عادية. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا اللي ما اشتركش في القناة يشترك بسرعة، واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان يجيله تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد، واشوفكم ان شاء الله مع حلول تمرينات الوحدة الرابعة، بس شكل ما انتوا عارفين بعد ما نخلص شرحها وكمان حلها من كتاب المعاصر. Goodbye. السلام عليكم.